على درب ممن سبقوهن في التجند والكفاح، وممن عرفوا بمواقفهن المشرفة عبر التاريخ. حرة من حرات الجزائر، أخص بالذكر شرطية ومنتسبة الأمن الوطني، التي تقوم بأداء واجبها المهني بتكامل وتناغم جنباً إلى جنب الرجل، حيث أصبح دورها ليس هاماً فحسب، بل ضرورة تفرضها التحديات الراهنة. مسار الشرطية عبر التاريخ يزداد عزماً، فلا توقفها العقبات ولا تثنيها الصعوبات. هي امرأة تحمل مبادئ الزمن الماضي، زمن حسيبة بن بوعلي ووردة مداد وفاطمة سومر، فورثت عن أسلافها كيفية الجمع بين شتى المتناقضات، بين القسوة والحنان، بين القوة والتواضع، بين الأصالة والحداثة. فرغم الصعوبات المتفاوتة التي تفرضها التحديات الراهنة، لكن عزيمتهن على خدمة الوطن زادتهن إصراراً لبلوغ الأهداف المرجوة. لا وجود للمستحيل في قاموسهن، والمعيار الوحيد للتصنيف هو مستوى الكفاءة والالتزام. ها هي الشرطية الجزائرية تسهم في بث الأمن والسكينة عبر الطرقات.